انخفاض على درجات الحرارة في الشرق والوسط وازدياد تأثر المملكة في حالة عدم الاستقرار وأمطار على الشرقية والرياض، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. يتوقع بمشيئة الله أن يتزايد تأثر المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع كتلة رطبة مندفعة من بحر العرب. ونتيجة لما سبق وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية، يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في أجزاء عدة من شمال وشرق ووسط المملكة خلال يوم الأربعاء، وتتكاثر تدريجيا نهارا كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتهطل الأمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء مختلفة من منطقتي الرياض إداريا بما في ذلك العاصمة الرياض، وكما نشاهد هنا خلال ساعات النهار من يوم الثلاثاء، وأيضا المنطقة الشرقية متوقع أن تهطل فيها بعض الأمطار، وأيضا الأجزاء من مناطق الوسطى، ولا يستبعد امتداد بعض السحب الماطرة لأجزاء متفرقة من حائل والقصيم، بالإضافة لاحتمالية تكون بعض السحب الماطرة على جازان وعسير كذلك كما نشاهد هنا. أما في ساعات الليل فمن المتوقع أن توالي درجات الحرارة انخفاضها بالمقارنة مع الليالي الماضية، وتكون الأجواء باردة بشكل لافت في المناطق الشمالية وصولا حتى حائل، وباردة نسبيا في المنطقتين الشرقية والرياض والقصيم، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من الرياض والشرقية وبخاصة الأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة بما في ذلك الإحساء، وكما نشاهد هنا في العاصمة الرياض احتمال زخات من الأمطار أن تكون رعدية هذه الزخات في ساعات الليل 12 درجة مئوية درجات الحرارة وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة، وفي ثلاثة أيام القادمة بمشيئة الله يوم الأربعاء والخميس فرص زخات أمطار رعدية في ساعات النهار 16 درجة ليلا من 12 إلى 11 درجة، وفي يوم الجمعة أجواء صافية نوعا ما مع غيوم متفرقة 18 درجة نهارا و10 درجات في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأها في مناطق المملكة من سكاكا 17 إلى 6 درجات، في عرعر من 15 إلى 6 درجات، وفي تبوك من 20 إلى 8 درجات مئوية والأجواء مشمسة. في مكة غيوم متفرقة من 29 إلى 19، من 20 إلى 11 درجة في الطائف، في المدينة المنورة من 24 إلى 15، وفي جدة أجواء مشمسة من 29 إلى 21 درجة مئوية. في أبها فرص زخات من الأمطار من 17 إلى 8 درجات، في الباحة كذلك الأمر من 15 إلى 10 درجات، وفي جازان من 29 إلى 23 درجة مئوية أيضا مع وجود فرص لزخات من الأمطار. في الدمام أجواء ممطرة بمشيئة الله من 21 إلى 15 درجة، وفي الإحساء من 19 إلى 15، وفي حفر الباطن من 17 إلى 10 درجات مئوية. في الرياض فرص لأمطار رعدية من 16 إلى 12 درجة، في بريدة كذلك الأمر، وفي حائل من 14 إلى 6 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.